بحثت مصر وتركيا إمكانية فتح أفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد مصطفى مع رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية. أكد الوزيران على أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدراتها التنافسية في الأسواق العالمية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف أوجه التصنيع لامتلاك القدرة في مختلف المجالات.